السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على لاعبين منتخب وطني جزائري. احنا قبل ما نبداو نترحموا على شهدائنا تاع واجب الوطني الجزائري. احنا دائما في القناة تاعنا الحمد لله يا ربي دائما وين حاجة روحانية منزولة في القرآن، بصح حاجة روحانية في الجزائر. دائما والجزائر تقدم شهداء، تقدم شهداء دائما. الجزائر بلد الثوار، بلد لتقدم الشهداء دائما. حاجة روحانية، الروح، الوحي الروحاني، الوحي كما نقولوا حنايا. ربي منزل تاع الأخرى تاع النحل، أما لا، مازال الآن العصر الحر، مازال الآن هذا هو الوحي الروحاني. كلمة تاع الشهداء اللي منزولة في القرآن، وهي كلمة كما يقول لك روحاني، هذا هو الشيء الروحاني. كما العسل الحر، كما تاع الشهداء، كاين بزاف صوالح. هذه هي الحمد لله يا ربي دائما وين نقولوها ونضروا بها ناس اللي ما يبغوش يسمعوها نضروهم بهم. حنايا وين شفنا كيفاش حسام عوار لا يريد اللعب مع المنتخب الفرنسي، كنا نتكلموا بها الحمد لله يا ربي. الناس كانوا بلاك يضحكوا علينا، كنا نقولوا بلي يا ودي حسام عوار يريد اللعب مع الجزائر، ينتظر في استدعاء من الجزائر. هنا ولا شيء، هنا ولا شيء، هنايا يديروا لهم مشاكل تاع انت تقول لا كوما تقولش، والله ما نقولوا لك، تقول راهم يلعبوا معاهم خزينه. وانا عارفو خاطش كنا نطرحوا هذا السؤال، وانا ما غاديش نحبس عليك. كان اللي يقول لك انت تكره ليكيب ناسيونال، ما نكرهش ليكيب ناسيونال، نكره العمل اللي يقوموا به. هذه هي، انا ضد العمل اللي راهم يقوموا به، العمل وهي اقصاء كل المواهب الجزائريه في الخارج. كنا نحضروا عليها ونعاودوا، قلتها لكم وعطيتكم مثال، عطيتكم مثال حي، مثال حي. واش تولى هذو هنايا اللي داروا زينه تاع الواطا، حبسوا تاع المواد طرواز ومواد حبسوا هذه الحياه. زاد شيف هانيك حبس، ما يجيبش اللعابه من الخارج متكونين احسن تكوين، يجيب لعابه تاوعو اللي فيهم معزه، اللي فيه معزه في في في, في كرائه، اللي فيه يمجي ما تقارنوا في اي دقيقه ينقرض لك، وقارنوا في اي دقيقه ما يمدلكش، وقارنوا في اي دقيقه يدير لك ديكا. هذه اللي نقولها لكم. وكنا نقول لكم بلي ودي عوار راهي عندنا معلومات، عندنا الحمد لله يا ربي، كاين تليفون، كاين فايبر، كاين ميساجات، كاين يا الناس تعيط، الناس تهدر، يا تصيب يقول لك انا فاميل تواسي محمد، تيقول لك انا فهمت نشوفو نشوفو ماشي انتو جاتكم مغربه باللي مغربه باللي هذا يعرف خال حسام، ولا هذا يعرف ولد عم حسام، ولا هذا يعرف ماشي مغربه نورمال. ناس تعيط لك تشكي يقول لك اش كاين اش كاين، ناس مالكم انتم، ماكم غالطين يا جماعه. وين شنا كيفاش وين فجر الصحافي الفرنسي توماس جول مفاجاه من العيار الثقيل، أين أكد بأن متوسط ميدان أولمبيك ليون اللاعب المغترب الجزائري حسام عوار يريد اللعب مع لا يريد اللعب مع المنتخب الفرنسي. وأكد ذات صحافي بأن عدم استدعاء ديدي ديشان لحسام عوار مجددا رغم تألقه اللافت له في الفترة الأخيرة يؤكد أن اللاعب لا يرغب بالفعل في تمثيل المنتخب الديوك. وأوضح ذات الصحفي بأن حسام عوار لا يزال نقولوا بلي لا يزال يحتاج، لا يزال نقولوا بلي مازال قادر يلعب متاع إيفان تروا متاع فرنسا، قادر من نفس عشتيلا، راه ينتظر في الدعوة من المنتخب الوطني الجزائري، راه يقارع من المنتخب الوطني الجزائري باش يختار اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري. اي قرا يعيطوا له كل واحد، هذه نقولها لكم ونعاود، كل واحد عنده عزه النفس، انتم ماكم غالطين. هذا اي عوار ريبيزا بطل العالم، هذه لازم ديروها في رسالكم الجزائريين. عوار ريبيزا بطل العالم، قالوا راني انجليزي، لعب دو ماتش 90 دقيقه، عيط له ديشون قالوا راني انجليزي، موراها راه لعب كاع لي ماتش تاع تيتيلات، كاع لي ماتش لعبهم تيتيلات 90 دقيقه، وشتو الماتش التالي كيفاش، راكم شتو الماتش التالي.
تجوز يلا ما توروناش، ما تقولوناش تورونا الوطنيه وتورونا، عارفوه حنايا كل واحد يخدم المصلحه تاعه، كل واحد يخدم المصلحه تاعه، كاش اللي يجي غلطكم ولا عم يخدموا المصلحه تاعهم. منتخب وطني اصبح مصلحه خاصه، اصبح ريجيس كوميرس، راه رئيس اتحاديه هذا زتشي دار المنتخب الوطني، دار له ريجيس كوميرس من عام لعام، يدخل به 200 مليار 300 مليار يدخل به. ده انا مي قلت لكم نهار الاول مي غادي لعابه يدور ويقلب، دور في ليكيب ناسيونال وطلع. انا نشوفوا بلي غير لعابه تاع بارادو ما اللي يحترفوا فرنسا، كان مكاشي مكاشي كيما قال لهم هذاك جماعه بالماضي، قال لهم انا في تيندوف، ما على بالكش بلي تيندوف، تيندوف بلي كون سقسيت على تيندوف، كون سقسيت في تيندوف اس 12 وسقسيت، على بالكش بلي تيندوف ما تلعبش في الريجيونال والناسيونال دو ناسيونال، راه على بالكم انت هادو تقولوا تيندوف، بصح انت ما تروحش تتفرج في تيندوف، ما تقصرش علينا صاحبي. وين راك تتفرج وين؟ حنا شناك دو بارتي ولا برك ما ندخلوش في الصوالح، قاتش عليه كل واحد اعطيني نعطيك. فرق انا قلت لكم نهار الاول فرق عليا السلال، انا تاع باش نشكم انت او جمال خلوه شي خلوها او نهدر الصح شي كاين، نتوما ما تبغوش الصح، واحد هاردنا ونقول لك خلي، ما نقولش خلي، خاطر نشوف بلي هذه الخدمه ما تخرجش، رانا نربحو رانا نربحو بصح الخدمه هذه ما تخرجش، ما تخرجكش هذه الخدمه، ما تخرجكش، ما تعطيكش، ما تعطيكش البليس، ما تعطيكش البليس هذه الخدمه تاع اقصاء موال. انا انت كيما كانوا يجوا كيما الميجازات ما ولاوش يجوا، هذه دائما نقولها لكم، كيفاش هاد اللعابه كانوا يجوا بكل سهوله من بعد ما روحنا لكوب دي موند موراها، ولاو يجوا وما يحوسوا يجوا ليكيب ناسيونال، كيفاش ميجازاتشي ما ولاوش يجوا؟ اي اعطونا، انا نبغي هذا السؤال، انا هذا بغينا نهضروا هذا الحدث، علاه باللي ما يجيش، علاه مشى يجي، علاه مشى ما يجوا ولا لعاب؟ انا قلت لكم المستوى الاول في فرنسا مقصي من المنتخب الوطني الجزائري. وشوف نقول لكم كلمه، انا نعرف صوالح، انا كي راني نهضر وطايح عليكم كيما نعرف باللي نتوما الزيرو خوافه، وتروحوا وتنيقوسوا معاهم وتجيبوهم، خاطر علاه الشعب الجزائري فايق بكم شاكم ديروا صحيح، او فايقين بكم شاكم ديروا، هادي باش يكون اما على بالهم شاكم ديروا صحيح، ناس فايقت بكم، ما كاينش اللي غادي يجي يلعبها داندو، ناس هي فايقه. انا على ديك يوميا لازم نهضر لكم، العروسي ايت النوريات لازم تجيبوه، هادو هما المستقبل تاع كرة القدم الجزائري 2030 2030. شوف قديولا، شوف قديولا من 2010 شحال راه ملي كيبنا، شحال راه لاعب من 2010 نقول حي، شحال راه في غولي، شحال راه من 2011 ابراهيمي 2011 ماندي 2013 وزيد ورواح. شو 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 الخدمه كي دايره، شفت الخدمه الناس اللي تخدم للمستقبل القدام، النظره البعيده، ماشي عنده لعابه يدمر في اللعابه تاوعو يا غادي ما اي زاتشي كيما الدور على بالي كي راك الدور، كاش اللي باش يجوا تقصروا لنا منه يا ونا على بالنا، وباش تقارعوا الشوبير يحبس ويكره وتعايروه وتكومونت وتراخروا يا ودي غير هدر غير هدر، جمعنا وشلنا غير هدر هدر كيما بغيت، اتهموا شوبير كيما بغيتو بصح شتي لا، انا نهدر من جانب حب للمنتخب الوطني الجزائري اللي راه بدلنا الرايه الوطنيه، واحد كيما عوار، واحد كيما العروسي، واحد كيما ايت نوري، ايت شرقي، هذو لازم يكونوا في المنتخب الوطني رغم عنكم، راني نقولها لكم ونعاود، المنتخب الوطني ما راهوش تاعك يا جماعة بالماضي، وما راهوش تاع باباك يا زتشي، ما كاش اللي خلاها له باباه، الجزائر تاعنا كاع تاع الجزائري، ما كاش اللي خلاها له باباه، هذه نقولها ونعاودها، اللي راه مخليها له باباه يخرج يقول انا خليها لي بويي، نسكتو، يورينا الكواعط العقود باللي هذه خليها لك باباك تحكم كيما تبغي، تحكم في نادي، تحكم في ناس ما يعرفوش كرة قدم، حنا نعرفوا كرة قدم. نعرفوا البولا عندك ما عندكم ما تهضروا اللعاب لي لعاب لعاب بركاونا من الاستدعاءات العشوائيه وديروا لنا لي تيت سوف نقضي على 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 افريقيا سوف نقضي على اوروبا سوف بركاونا حنا نحوسوا بانيك نحوسوا نربحوا ونحوسوا نشوفوا قدامنا هذه هي
وين عاودوا كان ديشو قد أعلن عن قائمة المنتخب الفرنسي المعنية بمباراتين مولديفيا وألبانيا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات اليورو 2020. أما لا ما هدرت لكم في الثيام ولا قلت لكم بلي ما عيطوش، عيط لواحد واحد هو أفريكا من الكونغو وقيلة يلعب ميم بوست عوار، وعوار أول واحد لأن نشوفه فيه رفض المنتخب العالمي دي كوب دي موند وهو عوار، بغيتو تبغوا بغيتو تكرهوا عوار هو اللي رفضهم. وانتم اللي هنا كما قال لهم بالماضي قال لهم راهم يلعبوا مع فرنسا، ما عمش يلعبوا مع فرنسا، انا نشوفهم لعبوا فئات شبانيه ويجوا يلعبوا المنتخب الوطني الجزائري، ما عمش يلعبوا مع فرنسا. كي نشوفوا يلعب تحت قياده ديشون فماك نسكت، بصح انتم ماكم تقارعوا لهم باش يروحوا يلعبوا، ماذا بكم يروحوا يلعبوا، واللي يمشي من الجيم يروح يهدر معهم يوخر، واللي راه مع زاتشي ولا زاتشي راح يروح مع زاتشي طريق السد، ايدو روحوا